السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع بيهم كل السيدات والأخص الناس اللي هي مقبلة على جراحات السمنة. طبعا دايما التخوف بيكون من جراحات السمنة والحمل. هل أنا لما أعمل جراحات سمنة هقدر أحمل بعد كده ولا لأ؟ وهل ده خطر على الجنين أو خطر على صحتي لو حصل حمل؟ السؤال بيجي هنا، إمتى أحمل بعد جراحات السمنة؟ الناس اللي هتجري جراحات السمنة على الأقل يا جماعة نستنى سنة بعد جراحات السمنة. معنى سنة إن أنا هيكون وصلت للوزن المثالي. الحاجة تانية بقدر اخد ما يكفيني من الفيتامينز والمعادن اللي في الاكل وباكل كويس بعد سنة، وكمان هكون عديت مرحلة النزول، وبالتالي ممنوع منعا باتا يحصل حمل قبل سنة. هل لو حصل حمل قبل سنة في خطر على الجنين؟ الحقيقة لو حصل حمل قبل سنة هنا بنرجع لدكتور النساء وبنرجع للطبيب المختص لجراحات السمنة وبنشوف بنقيم الوضع، واحنا اقل من 120 يوم هيكون في خطر على صحة الام او صحة الجنين، فممكن نلجأ لطبيب النساء يقول لنا رأيه وفي التالي ممكن يحصل اجهاض. يبقى اذا جراحات السمنة اللي انا عاوز اقوله لازم الاقل نعدي سنة عشان يحصل حمل. طب هل لو احنا عدينا سنة في خطر على الجنين او الحمل؟ الحقيقة لا، انا هكون خلاص وزني ثبت، نزلت اللي انا عاوزه، اقدر اخد ما يكفيني زي ما قلنا من الفيتامينز والمعادن، كمان مع المتابعة الجيدة، متابعة الفيتامينز، الاشعاعات، التحليل، ان شاء الله تعالى يكون حمل سليم، مفيش اي خطر على صحة الام او صحة الجنين. ده كان فيديو صغير جدا عن جراحات السمنة والحمل مع دكتور احمد سفير.